السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غبرت عليكم بزاف، سمحوا لي غير مع الظروف ديال الخدمه، راكم عارفين كي دايرين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كتستافدوا من الفيديو ديالي ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غتشوفوا معايا بلي صديقتي منى دارت دار جديده، يعني خدات دار جديده، الله يكمل عليها بالخير. وضروري بكيها قبل ما ديري شي حاجه مهمه، انا غادي نجي ان شاء الله ضروري نجي نبارك لك الدار، وديت لها شويه ديال الصالي، شويه ديال الحلوه، حيت مشيت عندها الصباح بكري. صراحه ما قدرتش ندي لها واحد لا كونتيتي، راكم عارفين حيت حنا دابا مع الخدمه خصنا نصور في الصباح باش اننا نقدروا نكملوا النهار ديالنا في الخدمه. صورت لكم الدار ديالها، صورت لكم الكوزينه ديالها، تشوفوا المطبخ ديالها ان شاء الله، شوفوا الاضافات اللي ضافت فيه. عجبوني واحد الاضافات خفاف ولكن كيتقام اقتصاديا، يعني المهم افكار زوينه. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا المحل ديالي فين كاين، حنا كاينين في حي الوفاق في مدينه تماره. واتساب ديالي هو اللي بغى شي كوموند ديال المملحات وديال الحلويات، حريشات، ملويات، القرص، دي كيك، مرحبا بكم، مرحبا بالطلبيات ديالكم. دوزوا ليا لا كوموند ولا اجيو عندي ان شاء الله، نصيفط لكم اللوكاليزاسيون اللي بغيتوها. غادي تشوفوا معايا في الفيديو لا ديالي ولا ديال منى، غتشوفوا ان شاء الله لي صالي اللي كنصايبوا عندنا في المخبزه، وكنديروا حتى بساط الكبار اللي عنده اي مناسبه ديال الصالاد، كلشي كنصايبوه. نتمنى هذا لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. راوني ان شاء الله باذن الله غدا ولا بعد غدا غادي نحط لكم الوصفه ديالو. مرحبا بكم معايا. وبالنسبه للبنات، لهذا البراونيز هذا جا رائع، وجا اكثر من رائع صراحه. نسيت ما نسيت قديته كلشي، ونسيت صراحه ما ديتوش معايا عند منى، كنت زعما بغينا نفطروا به انا وياه ولكن ما كتبش. المهم ان شاء الله باذن الله غنحاول بعد غدا ولا هذه نحط لكم الوصفه ديالو. مرحبا بكم معايا في الجوله في الدار ديال منى ان شاء الله ديال صديقتي. وعجبني واحد الاختراع دارته زوين، انا غنوريه لكم في الكوزينه. الحدا قال لا منى مجدده لينا اختي في هذه الكوزينه. ها هي الجميله كطيب على الحداقه. يلا ورينا الحداقه دابا، غتورينا الحداقه. راه غندير لكم ان شاء الله جوله. هذا ها نتوما الصالي، ها هو راه غتشوفوا ان شاء الله الصالي اللي جبت ليها. قلتي لي منى، قلتي لي الكوزينه باش خديتيها كان فيها غير هاد البلاكارات هادو. دابا اي كوزينه في السكن الاقتصادي ولا العالي فيها غير هاد البلاكارات هادو، ها عالي. دابا كاين واحد القضيه ديال هادو باش زوينه، انا نطلع ونوريها لك محلوله وشوفي. شوفوا اش اللي بغى ياخذ فكره بحال هكا، اللي بغى يصايب. انا عاد خاصني داك بحال الكريسي. ها هي شوف هادو زوينين انت. عمرك الطبسي ديال 40 الصواريين الضوء دايرين، اي حاجه درتي فيهم تتهزر فيهم العرض، فيهم العرض. داكشي اللي قلتي لي كيهزوك الطباس الكبار ديال 45 ديال 40، وكيهزولك اي حاجه كانت عندك زايده دخليها تما. هادو راه كانوا عندي، هادو عاديين. شد هاد المساحه هادي اللي فيها 50 سنتيم، زدت عليها باش ولات كبيره باش يمكن لك ديري حتى الصواني وكلشي. وتا الديكور جا زوين. لا جا زوين تبارك الله، الديكور عجبتني حتى الفكره زوينه. المهم انا غندير ليهم جوله في الكوزين. صحتك وراحتك يا تتحماق على الملك. ما عرفتيش قالت لي، قالت لي ضروري من الحلوه. قلت لها انا الحلوه ديالك معتبره، ولكن قلتي لي المالح. شوفوا بعدا الكاطو ديال الشاب سعاد، ها هي بعدا الشاب سعاد تبارك الله عليه ديما. ضروري مبالاش، اي ضروري. هذه عجبتالك حيت كتحماق على. ما عرفتي مشيت عندها واحد النهار للدار نشوفوها، ما صورناش ياك انا والوالد. بديت وحده من المول خرجت لي امي الله يعطيك السري شويه. انا علاش جبتها؟ جبت لك صابلي شكل واحد، حيت عارفه هذه اللي كتعجبك. كنحماق شكون بحالي اللي ما عندوش تيموت على حلوه صابلي. ضروري الصابلي تكون محطوطه، ولكن الصابلي تنحماق ناكلها بزاف زوينه. فيها نيسلي؟ لا هذه فيها كراميل. والزبده كلها زبده وكلها لوز. كلها زبده وكلها لوز وكراميل. فنه وتشكيلات روميه. تشكيلات ديال الحلوه ديال اللوز. تعجبني انا الحلوه تكون صغيره. انا ما بغيتش نجيب لك سميتو، بغيت تحطي معنات باش يبانوا المواعن. هادو دي صالي مازال. هادو دي سيجار ديال الفرماج، ها هما طار ليهم سميتو، تنعاودوا نقادوا ليهم سميتو ديكوراسيون. وهادو البساطل ديال الحوت. هادي البنات الا قلت لكم واحد الحاجه بغيتكم تيقوني على رقبتي، هادي تندخل بالليل من المعرض ديال القنيطره، تنجي لداري تنسخن وحيده ولا جوج، والله العظيم الا فنه. الله يبارك فيك. الله يبارك. راه قلتها واحد النهار بعيت معاك من قلبي. واحد النهار فاش جيتي عندي فاش عطيتك الصالية كنتي معايا، قلتي لي المهم انا اش ضروري جبتهم باش يشوفوا. قالت الماما كذاك الشيء. هذا ديال الوالده بساط الحلوين منى، هما زوينين ولكن منى ما عندهاش مع الحلاوه. هادو وهنايا حتى هنا كاين سيجاره الحوت، سيجاره الفرماج، وباقي بواطه اخرى. شوفوا البنات شوفوا هذه
بالصحه والراحه. كي جاتك الدويره سوا مزال تبارك الله بالصحه والراحه والله يكمل عليك بالخير يا رب العالمين. سيده راه قلبها زوين الله يبارك فيك وتتبغي الخير للناس. هانتي هادو بريوات ديال الدجاج هما بالزيتون وبالخضره وهادو سيجار ديال الحوت الكماله ديال هادوك السيجار ديالنا. المهم حنا غنحطو كلشي هادو ديال الحوت وهادو الفخوماج. ولكن كي تيجيوك هكا مقليين هادو كان دايرهم في لاشابليغ ودايره فيهم شويه ديال الزنجبيل كحل ولكن ما بقاش باين ما بقاش باين. انا الوصفه ديالهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هادو راه مذاق خطير واعرين هادو. وهاد الطريقه ديال باش من تديري في لاشابليغ تتعطي واحد الحاجه زوينه خوستيو تتجي خوستيو. المهم حنا تنحطوا هادشي ان شاء الله. انا ما بغيتش يجيو في البلاطو باش تحطهم مونه والبراوني صايبتو نسيتو. تنحطو اليوم ان شاء الله. عندها وليداتها صغارين وتديهم بحال هكا للمدرسه وداكشي داك البراوني بحال هكا تدير لي انا في طريفات في باكي كل نهار تندير ليه وحيده زوين فيه القرقاع مطحون من الداخل فيه اللوز مطحون فيه حشوه اللي تقدروا وليداتكم تعطيوها لكم وانتم انا ولدي راه تنفخ ليا بقوه ميروندينا والشوكولاته لا 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 فعلا داكشي محطوط مصيبين في الدار حنا ما عندناش الوقت اننا نصيبوا هاد الناس هادو راه تبارك الله كوف راه ما شاء الله صبرتي اختي سميتو ديالك انا نهضروا على المحل وغنهضروا على الخدمه ان شاء الله. المحل راه تيشرف زوين الله يحفظك الله يحفظك كويزين نقيه الناس اللي عندها دابا تجي عندي ان شاء الله شي نهار ما ساليت باش نعيط لك راه الله ما ساليت الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك. واي حاجه بغات خطوبه حفل هذه راه تنقول لكم راه ماشي حيت صاحبتي وحدايا راه شف سعاد معروفه قبل مني في هادشي الله يحفظك صافي ان شاء الله باذن الله مرحبا بهم باغي نهضر معاهم شنو والله الا سعاد تقولي البنات على هذه صافي. انا من النوع اللي ما عنديش الوقت انا راه بحال دوك الموظفات اللي تيدخلوا من الصباح وما تيدخلوا حتى العشيه من الصباح وما في الخدمات حتى العشيه. هاد الاير فراير غتلقاوها ان شاء الله عند فاتحه وانا متاكده والله حتى غادي نكوموندي لك وحده ضروري. صافي انا ملي تكوموندي ليا غندير لهم فيديو خاص عليها صافي صافي انا غنطيب لهم في اي صافي. وديك الساعه عطيهم حتى النمره ديال هاد السيده انا باش تعجبني راه ماشي على ود شي حاجه البنات تتبيعها بثمن الجمله. دابا هادي جماله تتصيفط لك هاد الشيء بثمن جمله كيف عتبيع 20 وحده كيف عتبيع لك وحده غير الثمن ديالها ما تتذكرينش وصافي صافي الثمن تيبقى داكشي باش ما يضيعوش صافي داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين صافي. انا غندير لهم ان شاء الله فيديو عليها ويطيبوا فيها المالح والفريت والدجاج كلشي صافي ان شاء الله ديال السيده صافي. دابا حنا نشوفوا الكوزينه هانتوما. دابا الكوزينه هي هادي هانتوما تبارك الله بعدا البلاكارات فني الخشب زوين باقي لا 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 عارفه اللي كاين لا لا نشري داك سميتو مين نشري دوك المنظمات وداكشي ان شاء الله ان شاء الله. الطويله هذه كيف دابا هذه عاد تحكي عليا هذه راه كانت الباب ديال هاد البلاصه هاد هذا كان باب تما بحال هذا بلاكار هنايا تيديروا لا فيسيل انا عندي ما ندير بلا فيسيل انا وولدي عرفت خديت خدات ليا ملكة هذه كادو خشيتها هنايا قلت باش ما نخليش الباكو يعمر بزاف بالقش والباب ديالها شريت ليه واحد الميكانيزم من التحت وقطعت ليه ديك قطعت ليه واحد الحاشيه من شتي هاد الفكره هادي يعني ما خسرتي حتى حاجه ما خسرتي خشب بيزاكرات 80 درهم ديال هاد هاد البيزاكرات هانتوما الطبله كيفاش وسهله باش تركبوها ياكي شوفوا البنات راه تقدروا تصايبوها راه تعجبني الواحد يصايب هكا يديباني راسو يصايب غير راسو هانتوما بيزاكرات هكا في الحيط كتلصقوهم تتشريو هادي تتشريو مات البيزاكرات من عند من شريوها من عند دروكري هي تطلع فوالا سالي منها وهبطيها على صافي فنه هانتوما شوفوا غا خشبه تقدروا تشريو غير طيبت هنايا نجي نستوف هاد البلايصه هادي تتنفعني تتنفعك صراحه اصلا الطبيبه خاصها تكون في الكوزينه الطبيله والصباح في الفطور تنجيب بحال هكذا هاد الكريسيات ها هما صافي تنجلس نفطر هنايا انا ووالدتي اللي دايرين جوج كريسيات تنجلس مخيره صراحه زوينه باب ديال البلاكار هذا راه باب جا زوين انا عجبتني وقلت ضروري نهضروا عليها جا زوينه تبارك الله زوينه تقام ترخيص ما تقامش بوالو اصلا والو 80 درهم وهانتيا بحال هذاك العود نيت قلت للسيد يدير لي نفسه ولكن ما لقيتش منه بزاف دار لي بحال هكا دابا هذا هو الجديد اللي دارت مونا دابا هذا البلاكار ما كانش نهائيا هذا الفوقاني كاع ما كانش مونا اللي زادته حيت الكوزينه حنا كنبغيو نمشيو داك المعان ونخشيو وداك الشيء وديك البلاطويات الصواني شي حاجه كبيره راه باصل ديال طبق البساطل وداك الشيء دابا هذا راه ما واسعش مستحيل يهز لك شي وسعيه قل من هذا 30 سنتيم صافي ما فيهش الوسع هذاك راه
فيه تبارك الله 60 سنتيم. فيه 60 سنتيم كبير تبارك الله. اي كويزين دابا عطينا فيها غير هذه، اي واحد شرا سواء شرا سكن متوسط ولا اقتصادي ما تيعطيوكش هذاك الفوقاني. هذه فكره، هذه فكره زوينه، ما جاش عايبيه كي لا 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 مزيان جافن، لا لا جافن بالعكس جغزال، حيت الخشب نفسه اللي كاين هنايا راه ما تيبانش الفرق نهائيا. شتي وشريت نفس هذا اللون هذا، خديت هنايا تليليجه وخديتها نفس هذاك. دابا خد اشياء الثلاجات بعدا اونكاستري، هادو اونكاستخابل، هادو ما غلفتها ما والو، هي راه كاينه في هاد الالوان. اه كيتباعوا اللون اللي عندك في البلاكا، صوري ليهم وتيجيبوا لك، تيجيبوا لك ثلاجه زوينه. انتم ها لافا، ها البوطاجي، ها هو ياك ها البوطاجي، بقى لي الباركو تنشارك معاهم ان شاء الله. صافي ان شاء الله باذن الله. شوفوا عجبوني حتى هاد الديكورات اللي درتي، حتى الكوزينه نحلقوا عليها. حتى الحماق ها جاو فني الديكورات، الاناناس، التفاح، شنو هذاك التفاح والدرك، هذاك شنو شي درك شي ضريبه هذاك ديال الهنديه، الشوك ديال الهنديه. المهم حنا قلنا ليه الدرك، الله اعلم الصبار وهذوك التفاحات وهذاك شنو هو اللي الفوق تا هذاك فاز. غير باص من عند الاخ ديالي، من عند هشام، من عند هشام تبارك الله. هذه تاهي من عند هشام وصدقات، هذه عجيب بلاتي، هذه اينوكسيدابل بلاتي، هذه ما كتصداش قلتي. لا هذه اينوكسيدابل ما تصداش. لا انتم سمعوا على حساب كي كمول، لا هذه على حسابي. صافي هادو باقي ما جربتهمش، ولكن هذه راه من مين بديت ويا اللي ما تطرى لي حتى شي. شوف تبارك الله شي اصلا باينه، عرفتي علاش؟ ثقيله ورخيصه، ثقيله ثقيله ورخيصه زوينه صراحه. وهادو اللي خاصك تجربيه سوحات ان شاء الله. جبتهم لي انا عند هاد السيده اللي كتبيع الافرار. لا لا جبتهم لي مسكينه، ما عرفتش منين شراتهم، شراتهم لي مروه اللي معايا في المحل، شرات لي غرانيت. اه يا اختي هذه ديال الكرانيت، ما عرفتي هذه راه كل نهار تنطيبوا فيها الحريره وكل لا زوينه، ولكن امونه جديده جديده فنه. انا نقول لك باش باش نعطيك نصيحه اكثر بالنسبه لهذا الكرانيت، انا كيتقشر بصح انا كيجيني، لا كيجيني كيتقشر، ها هو غايبان لك انت شتي، هو زوين ولكن راه كيتقشر، هو مخير. وراه هذا الشيء علاش انايا كيسولوني بزاف ديال المتبعات كيبغوا يشريو ما عند كوكوت، كنقول لهم شوفوا شريو كوكوت اينوكس ماشي الالومنيوم. لان هذا الكرانيت مع الوقت كيتقشر، هما زوين المنظر وكلشي، ولكن ها انت ها هو غايبان، طيبوا فيه انت ما غاترديش ليه البال، ولكن ها هو بدا كيتقشر، هذا هو الديفو ديالو فهمتي. هذا هو المنظر زوين، المنظر المنظر هو ثقيله، تتبقى لي هنا الكحوله في الاخرين وتيبان محلى هكا ايام هذا سمع ها انتم. دابا حنا قلنا لكم حنا الحقيقه في الدقيقه ما خبينا والو وتبارك الله عليك منى. دابا منى قلتي لي نوريهم هذا الكولوار، هذا هاد المرايه اللي درتي هنايا على هذا الشكل، ها انتم دابا هذا هو الكولوار. دابا هنايا كاين الصالون، الدخله ديال الدار صالون وداك بتي صالون صغير، وهنايا كاين الكولوار اللي كيدي للطواليط حاجاكم والحمام وبيت نعاس وبيت ديال امين. ايوه وهنايا درت فيه منى هاد الديكور هذا. اجي اختي شرحي لينا علاش درتي هاد الديكور هنا زيدي لهنا اجي اختي اجي يلا قولي اختي منى هاد الديكور دابا شرحي لينا. دابا هنايا عندي 2 متر هاد سميتو، ما كاملاش متر، كداو 50 كداو 90 سنتيم في هاد العرض هذا. اشنو قلت؟ قلت باش تعطيني المساحه، شفت عند واحد السيده تبارك الله هاد الزاج تيبين، انت لاحظي دابا لحظه المساحه ما بينش بانها ما كانش بصح، تيعطيك لي سباس تيلعب لك على دماغك باللي راكي داخله لواحد البلاصه كبيره ياك، هادشي اللي بغيتي تقولي. سبحان الله دائما المغوار تتبين لي سباس، تتبين العرض، هي اللي تنصح بيه ما ديروش الغلط ديال ما ديروش كثر كليموتيك فيها. ها هادشي اللي بغيت نقول لك، تقطيعات كبار وديرهم سامح، فوالا التقطيعات صغار صعابين في التركاب او ميم طون دغيا تيطلعوا لك في الراس. جاو شويه نقول لك جاو اي ترو شارجي، جاو شويه شارجي، جاو كما تقولوا معقدين، ماشي ديك لا سامبليسيتي كتجي زوينه. دابا بحال دابا هنايا جا زوين حيت انا كلشي سامبل جاني زوين، ولكن الا كنت درت شي تصويره هنا ولا شي حاجه راه عيو حالكم. من الاحسن ديروها نتوما التقطيعات يكونوا كبار ويجيو هاد لي موتيف كبار يجيو. صافي سمعتوا النصيحه ديال منى، قالت لكم هاد لي كارون هادو يداروا كبار واعرين بحال اللي درت صديقه. ودابا حنا غاديين ونشوفوا ان شاء الله البيت ديال عاصره باقي ما كاينش، وهنايا بيت امين، بيت ديال امين تبارك الله. انا غنقول لهم وقولوا لي الراي ديالكم. المهم ها انتم البيت درت فيه فيه الباركي ولا خديتي الدار فيها؟ هما دايرين هما دايرين فيه الباركي. اها شوفي داك هذاك صايبوا لينا هوم سكوير. اها زوين تبارك الله. اها
هنايا باقي ليا كيف ما قالت لي عطاتني واحد البلان اخر، قالت لي هنا المكتب اللي ديري. انا هادشي اللي قلت ليها ها نتوما دابا هي قالت لك بغات هنا مع الدخله دير البيرو هنايا بلاصه فين كاينه التلفازه. قلت ليها انا ما عندكش البيت كبير بزاف يعني الدخله يعني فيها تقريبا مترو. هادشي كله غيحيد هذا؟ لا عارفه هادشي كله غيحيد، ولكن راه غادي يضيق لك شويه مع الدخل. ملي تكوني باغا تخرجي شي حاجه ولا تدخلي شي حاجه، انا قلت ليها هاد البلاصه هادي انت غتحيدي هاد التلفازه من هنا غتحيدي غتخوي غتجي زوينه صافي بحال ليكوا هكا دايرين غدير ديال لا حنا قلنا دابا انت قلتي الفكره ديالك دير بيبليوتيك هنايا والبيرو انا قلت ليها دير البيرو تما. انا قلت هذيك بلاصه خاويه ما كاينلاش نعمروا البلايص ياكي البيرو. صراحه والله انا بعد هذه هي الفكره اللي عجبتني وهكا انا دايره في بيت ديال ولادي يجي زوين حيت البيرو غيحتاج كرسي، الكرسي غيبغي ينوض امين يبغي هذا غيخربق لك البلاصه ديال الدخله هنايا فهمتي. لا جا زوين تبارك الله حتى الناموسيه مريحه حتى الالوان اللي اختاريتي زوينين خفافين الابيض دائما كيجي زوين في اي بيت كيعطينا مساحه تيكبر المساحه جوج متر في العرض. اللهم هكا هكا جا زوين. وهنايا درتي ليه كليسه فين يبقى يجلس ويلعب، وهنايا هادي الاباجوره، وهنا كاين البلاكار ديالو هنا فين كيدير الحوايج ديالو داكشي. وهادو هادشي هما اللي عجبوك لينك انترناسيونال؟ اييه اييه لي ستور هادو لي ستور زوينين. زوينين لي ستور زوينين. وهادي شوفي هادي تاتريه خفيفه زوينه سامبل وزوينه لا زوين تبارك الله. البيت انيق واسع بان واسع واخا هو ما كبرش بزاف ولكن بان وي البالونات هادو راه جبتهم البالونات ولكن زوينين الصراحه مزيان الانسان يكون مبتكر. والله الا هاد السيد هذا هوم سكوير خطير كيدير داكشي زوين ان شاء الله ان شاء الله ضروري ان شاء الله الله يحفظك. لا شي ثمن مزيان ضروري انا خاصي دير معايا ثمن مزيان بطبيعة الحال. شفت سعاد راه بحالي راه الفابور والله ما تنطوفو. لا 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 ضحكاتني ما عرفتش شنو وصل لي البنات فابور يدي قالت لي هادي شنو؟ قلت لها هذيك راه انحيده شدت لي ليسباس. قلت لها عطوها لي فابور. قلت لي حنا الفابور كاع ما حاجه فابور هي هذيك وغا حاجه فابور والله الا عطاوها واحد المبلا ما نقولوش شنو هي. المهم شي حاجه يا البنات حالتها ما زويناش صراحه. المهم غتبدلها ولات حشمانه باش تردها ولا صدقها في سبيل الله وشري وحده جديده ما عندك ما ديري. ودابا ندوزو ان شاء الله للكوزينه واش غنديرو دابا غنحطو ان شاء الله الله يحفظك لي لا يخطيك. والملوي والحرشه وداك الشيء راه حيت دابا جيت عندك الصباح بكري عند الا جيت الصباح بكري ما قدرتش نجيبو لك الله يحفظك الله يبارك فيك بالصحه والراحه. هذاك الشيء علاش انا بغيت نوري المتتبعات ديالك الناس راه كيجيو عندي الناس كيعرفوني. بغيت الناس اللي ما عارفينيش يشوفوا لي صالي اللي كنديرو. ودابا تبارك الله راه جاي رمضان وحنا الحمد لله شوفي حنا كاملين مركزين على المملحات والحلويات. هذا الشيء انا اللي الصفوف الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك. صفوف غزال زوين ما عرفتي انا الوالده ديالي ما تاكلش كثره السكر دارت واحد صفوف هيلتي. اييه واعر تمشى ليا بزاف تبارك الله. هادي ممنوع هادي دايره فيه داكشي زوين ما حلوش وزوين ولوكو زوين زوين ما تيتخمش. لا انا عزيز عليا الصفوف اللي ما يتخمنيش ناكل منه وتبقى معده معده ديالك خفيفه فوالا يلا يحفظك. نقول لكم واحد الحاجه راه تبارك الله راه تاكلي المالح الله يحفظك لا يخطك الله يبارك فيك الله يحفظك. الملح اللي كنديرو في المخبزه ها هو وهذا كنديرو بساط الحوت. راه كاينين شي حوايج اخرين منى حيت قلت لك جات عندك صباح بكري ما حطيناهمش دي كيش دي بيتزا هادو كيطلبوا البقط باش يتصايبوا صافي ضروري بريوات بريوات الكفته بساط الحوت سيجاره الفرماج بساط الحلوين و الله يحفظك الله يبارك فيك. وتا المعينات ها نتوما منى بغات تعطيكم واحد الفكره الناس اللي كتكون عندهم العراضه وداك الشيء وبغاو يديروا مثلا المملحات يحطوهم بحال هكا ياكي تيهزوش بزاف ما تيهزوش يعني واحد ولا ديري بحال هكذا جويجات هكا جوج ديال الاشكال. دابا حنا اغلبيه في الخدمه شنو ولاو كيديروا الناس ولاو كيديروا العراضات مثلا خطوبه ولا اسبوع كنديروا المالح كيسبقوا المالح هو الاول والعصير والحلوه البنات هانتوما ها اللوز ها الصابلي راكم عارفين الصابلي كنخدموه بالزبده سبيسيال وكاينين المملحات. المهم تبارك الله منى هادشي البراونيز اللي نسينا اييه اييه البنات بالنسبه للوليدات الصغار
شتي براونيز رائعه للوليدات، الله يحفظك. دابا نديرها لك. فيها اللوز زوينه، يديوها بحال هكذا بداك اللانش بوكس ديالهم، راه شي حاجه مفيده. كيموت انا بعدا ولادي كيطيروها في دقيقه. راه شوف سعاد ما تديرش ديك الحلوه المقيطه، شتي حتى لاحظتوا في الحلوه ديالها اللي حلوه ديال اللوز ولا ديال سميتو، ما فيهاش ديك الحلاوه كثيره، حتى الصفوف ديالكم الله يحفظني. الله يحفظك خالتي. شوفي خالتي حكيمه، انا ما تعطيني والو، عطيني غير هاد الشوف. الله يحفظك، الله يبارك فيك الصحه والراحه. الله يحفظك اخالتي وتبارك الله عليك اخالتي على القفيطن. قالت لي منى راه انت عزيز عليها، لبست لك هاد القفطان. قالت لي قفطان جديد لبسته. الله يحفظك اخالتي اللي الله يخطيك. البنات انا جبت لمي تي قفطان من مين كنت في المعرض، شريت لها واحد القفيطين، دابا تتقلب تقلب وهي تجبدو، قالت لي جايه الشيف سعاد. الله يخطيك الحاجة، انت عزيزه عليا الله يحفظك. السيده هذه راه ما تبدلاتش، خلاتها امي. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يخطيك. مرحبا بكم، تشربوا معنا اتاي. الله يحفظك اختي منى. ودابا غزاله تبارك الله. انا واخده الارجونتي زوينه، تهد الدهبي هو زويون. هذا عند خويا هشام في المحل ديال منى التاوي، فيها وكاين هادو ب 80 درهم غزالين، هي فيهم الرايه ديال زويونين فنين. البنات الجاليه هما شوفوا، غتمشي لمراكش ما غاديش معاك دي معاك تيتهرسوا ليا. بصح بصح ان شاء الله هاد الشيلان هادو ديال الكشخه لمراكش، انا غاده ان شاء الله اليوم في العشيه لمراكش غادي ندي الشيلان ان شاء الله. الشيلان واعرين باش كيعجبوني كبارين، انك فنين هادو اللي دايره امي تي هما زوينين. هادوك الديكرادي هما فنين، هذا ما تبسيش الديكرادي، لا واحد نص بنص شي حاجه اللي غزاله، ديهم لمراكش ان شاء الله. ان شاء الله الله يسخر لك. مرحبا بكم، اللي بغى درار الضوغي وداكشي راه كاين عند الاخ. لا لا امي عنات راه شحال من واحد كيسولني كنعطيه النمره ديال هشام. لا غزال تبارك الله، واه بقيتي حتى درتي الكحل. ياك انا ما انا صفت، انا كاع درت لك تعليق، قلت لك منى الراي تبقى ديالك، ولكن في نظري ديري. لا هو باش نقول لكم الحقيقه، هو الصالون واعر غزال ما شاء الله، الخياطه توب توب توب، غير هو الكحل كيجي في شي اسباس كبير، فيلا مثلا صالون فيه شي 6 على 4. دابا ان شاء الله هذا قلت نحيد منه الشوق ديالي ونعملو ان شاء الله واحد اخر ودير لهم دويره. شوفوا هانتوما هذا الاتصال حتى هو جا زوين. كنابي زوين. لا لا زوين ضروري البيج. زوين زعما زوين صراحه زوين، حتى هاد باش عجبني باش خدم لك هنايا دريس هاد الطابي هادي، هاد البونج زوين. هذا هو سكوير مغربي خدمته واعر. لا لا زوين تبارك الله. شوفي تحت داك الليتر اللي دار ليا تحت شحال زوين. ان شاء الله حتى انا غادي ندير ان شاء الله كنابي عندي وغادي نوريهم. يا دريس الا سمعتيني تهلا فيها. لا ضروري ان شاء الله. وهادو هادي انا عجبتني هاد النبته، قلت نحيد هادي سعاد وندير نفس النبته هنايا باش ما يجيوش مديكالين بهالطريقه ولا شنو. لا عطيوني انا بالراي ديالي، جاو مزيانين هكا مديكالين ماشي مشكل. قالوا لي البنات زعما ديري نفس النبته، نفس هادي تجي هنايا حتى هي، زعما ما ديرش هاد الديكالاج هذا باش ما يجيش كثير. شنو بان لكم؟ جاني مزيان، انا جاني مزيان صراحه. وانتم عطيونا الراي ديالكم البنات، قولوا لنا شنو، واش بصح خاصها دير نفس النبته؟ انا دابا حيت مشى بالي دابا مع الكوزينه ومع الطياب لا ميموار تمحات. قولوا لي دابا واش هاد النخله تعاود دير مونه وحده بحالها تما، ولا تخلي النخله وتخلي داك الاوركيدي حتى هو جا زوين. انا عجبني داك الاوركيدي والنخله، ما عرفتش انا جاني مزيان صراحه، ما تبغيش نعقد الامور بزاف. ياكي سهل سهل وسهل، المنظر ديالو زوين تبارك الله. هي راه في الصالون ديالك كنتي مين بدلنا دوك البتي هكذا دوك البتيكوس اللي بغيتي. المهم يكون زوين وصافي، ما تنبغيوش نعقدوا الامور ثاني. وهانت هي وريهم الكليسه. لا زوين تبارك الله، تريح مقاتني حتى هي تريح فنه. زوينه تبارك الله، جات الضو ديالها زوين وكل شيء. زوينه تبارك الله، غزاله جايين فيها بحال العريشات. هذا هو اللي خرج دابا، هو اللي طوندونس. شفتهم كاينين؟ شفتهم كاينين؟
زوين زبر. والريدو انا احسن حاجه كيعجبني الريدو يكون سامبل. سامبل هذا لينك انترناسيونال آه. واحد الشركه تبارك الله في درب عمر راه في لا ماشي في درب عمر في المعارف رائعه وتيجيو حتى لعندك يقادوا لك زوين الصراحه. داروا لي سامبل وزوين. انا الصالون ديالي دايره فيه السامبل وهانتوما هانتوما شوفوا تبارك الله. باش نقول لكم انا الخياطه زوينه عجبتني الخياطه فنه متقونه ديال بصح. هذيك الوسيده كاع راه تتحمق. هذه الوسطانيه هانتوما شوفوا السادة زوينة كلشي زوين. اللون الكحل انا ما قلتش ماشي ضدو جا زوين غير هو تيبغي اسباس يكون كبير. منى قالت لك انا لوني وكحل عيوني الكحل منه ما نوض. قالت لك الكحل منه ما نوض. ايوا بالصحة والراحة الانسان اللي في شهوته في شي حاجة يديرها ويحيدها. واخا اها انا بغيت نوريكم غير الخياطة شوفوا تبارك الله. لا بغيتو تاخذوا افكار هكا خياطة فن انا بعدا عجباتني صراحة ومتقونة بزاف. وتتوب تبارك الله يعني غزال هذا راه المطروز. هانتوما شوفوا تبارك الله الخياطه خياطه ديال السدادر سيغتو الخياطه ديال الوسيد. الوسيد هما ما جايينش كبار بزاف شفتوا الوسيد ما كبارش بزاف. شوفوا الخياطه كيفاش دايرين اليوم من جنب من هنا هذا اللي كياخذوا هذا صافي. وهاد الوسيدات هانتوما دايرين فيهم هاد الشكل هذا جاي فن وما شارجي داكشي ماشي شارجي بزاف. هانتوما غنبين لكم بحال هكا باش تشوفوا وهنوريكم عاوتاني حتى واحد الشكل. ها نتوما غنبين لكم عاوتاني شوفوا هذا دايرينو بحال هكا زويون. لا التوب ولا الطريقه ديال الخدمه شتو دايرين فيه بليات جاي المنظر ديالو الديكور ديالو زويون بحال هكا شتو هكا دايرينو هما الوسط يعني في الدخله ديال منين كتدخلوا مع الباب بحال هكا كتشوفوا هاد السداري هذا تيكون الوسط هكا تيكون مقابل مع الدخله ديال الباب. هانتوما صافي. وهاد الوسيده عاوتاني وسيدات صغيورين شوفوا تبارك الله عاوتاني على هاد الديموتيف هادو. هانتوما شوفوا هكا الا بغيتو تاخذوا افكار. وشوفوا هاد الوساده ثاني شوفوا هاد الوساده الكبيره كحله يعني وساده تقريبا يعني وساده تبارك الله ما كتشبه الوساده كل وساده والستيل ديالها. شوفوا عاوتاني هادي دايرين فيها هاد العيبه هادي من الوسط جايه زويونه داك الديكور. هانتوما شوفوا الشكل ديال الوسيد اللي بغيت نقول لي. هانتوما شوفوا ها الوساده هانتوما ها وحده الوسادة الثانية مخيطة في شكل والوسادة الثالثة مخيطة في شكل آخر شتو يعني وحدة ما كتشبه الوحدة. كيكونوا مثلا غير صور الكاميرا الجهة الأخرى كيكونوا مقابلين الوسيد كيشبهوا لبعضياتهم كيكونوا مقابلين كيتشابهوا مع بعضياتهم صافي. هادشي اللي كنت باغا نوريكم الخياطة عجباتني صراحة تبارك الله خياطة متقونة وخياطة زوينة وجاية راقية وسامبل. الله عليك منى وعلى الدار ديالك تبارك الله كلشي غزال. الله يدخلها عليك بالصحة والسلامة وبالتوفيق والتيسير ان شاء الله. الله يفرحك بها الله يسر الام. دابا غادي ندوزو البنات باش نوريكم بالنسبه للبنات الجداد العنوان ديال المخبزه ديالنا فين كاينين. دابا غنمشي انا دابا راه جيت من جهه العماله وداخله الدخله ديال الوفاق من جهه القنطره ياك. هنا قربت للسطوب ها هو دابا السطوب ها هو غندير السينيال غادي ندور على اليمين. انا دابا غادي ندور على اليمين غادي نلقى لاجونس ديال اتصالات المغرب. ها لاجونس ديال اتصالات المغرب ها هي شفتوها هذه لاجونس اتصالات المغرب ديال الوفاق. انا دابا جيت من جهه العماله من القنطره دخلت درت السينيال على يدي اليمين درت هنا دابا ها اتصالات المغرب غنبقى غدا نيشان. انا غنوريكم غنبقى معاكم غدا نيشان ان شاء الله. دابا الا تبعتوا هاد النعت هذا ان شاء الله راه ما تلفوش. ها نتوما ها انا فت المجمع الطبي ها هو المجمع الطبي ديال الوفاق هو هذا انا فتو. انا غنبقى غدا نيشان مازال غنزيد ها نتوما هنا غندير السينيال غنطلع على يدي اليمين ها بارافارماسي اللي قلت لكم بارافارماسي 4 سيزون ها كافي ايورينو ها هي. انا غندير السينيال غنطلع على اليمين ها نتوما ها السينيال ها هو ها المخبزه ديالي ها هي ابداعات الشيف سعاد ها هي شتو هذا دابا النعت كنظن راه غادي يكون باين ها هي هذه هي المخبزه ديالي صافي. المهم نتمنى هاد النعت اللي عطيتكم هذا يكون نعت مزيان ومرحبا بكم كاملين وشكرا على الناس اللي كيجيو يشرفوني شكرا على الثقه ديالكم.